مرحبا بكم أصدقائي. اليوم غنوريكم عدة مواقع جميلة جدا تقدروا تستفدوا منها في عدة مجالات. اليوم غنوريكم مثلا هنا الموقع الأول اللي غنوريكم هو كورسورا. كورسورا تقدر تستفد منه في عدة مجالات، ها مثلا هنا البيزنس، انفورماتيك، سيونس فيزيك، انجينيوري، ماتيماتيك، عدة مجالات اللي تقدر تستفد منها. هما هنا وكاين بزاف الكورات. بالنسبة للموقع الثاني هو edX www.edX.org. هنا في توا عدة مجالات تقدر تستفدوا منها: الاركتكتور، ديزاين، انجينيوري، الماتيماتيك، فيزيك، مات، بزاف المجالات، داتا اناليتيك، كاين بزاف الحاجات تقدر تستفدوا منها هنا، لغات، بزاف الاشياء. الموقع الثالث هو اللي نوريكم هنا اوبن كلاس روم. هو موقع جميل جدا، فيه دروس بالفرنسي في عدة مجالات ولكن باللغة الفرنسية، وتقدر تلقاو حتى بالانجليزية بالنسبة للناس اللي باغي يقراو باللغة الفرنسية. مثلا هنا الكرات اللي تقدر تلقاو كرات هنا، مثلا الكرات اللي تقدر تلقاهم بزاف، كاينين بزاف لي تيم، مثلا هنا في البيروتيك بحال الاكسل، وورد، داكشي اللي بزاف الاشياء، البيزنس، داتا، ديزاين، ديفلوبمنت، جيستيون دو بروجي، سوفت سكيلز، في الانفورماتيك، في لا كومونيكاسيون، بزاف حاجات تقدر تستافدوا من هذا الموقع. هو هنا الموقع الرابع اللي غنوريكم هنا فان موك. فان موك هو موقع جميل جدا، هو باللغه الفرنسيه، تلقاو فيه كورسات باللغه الفرنسيه في عده مجالات. مثلا هنا دخلنا الكور هنا غنلقاو بزاف لي دومين هنا، مثلا هنا كاين نيميريك اي تكنولوجي، كاين ليدوكاسيون، التربيه، تلقاو فيها دروس جميله جدا كيفاش، وهنا الفيزيك شيميك، لانفورماتيك، حتى الانجينيوري، كاين حتى دروس الجيني سيفيل، الاركيتكتور، كاين بزاف الاشياء اللي خليكم تكتشفوا هذا الشيء، تقلبوا تكتشفوا. هنا نوريكم الموقع الخامس هو من ادراك، ادراك.org. هنا موقع هو جميل جدا باللغه العربيه، بحال بالنسبه اللي بغيت يقراو باللغه العربيه. مثلا هنا دخلنا اكتشف برامج اللي كاين هنا، نقول بزاف عده برامج في عده مجالات. مثلا هنا مثلا كاين كورس مثلا كامل بالنسبه لاداره المشاريع، فن البيع، كيف فن البيع، كاين هنا دوره ديال الاكسل، الاكسل من الصفر حتى الاحتراف، كاين هنا برنامج ديال التصميم الهندسي بالنسبه ل... هنا نخليكم تكتشفوا هذا الشيء. هنا بالنسبه لتخصص الابداع، كاين بزاف الاشياء، كاين بزاف الاشياء وبزاف التخصصات هنا، راه كتشوفوا اللغات والاداب، علوم والتكنولوجيا، الاعمال والرياده، كاين بزاف التعليم، بالنسبه للتعليم، كاين بزاف الاشياء نخليكم تكتشفوا حتى هنا. بالنسبه للموقع السادس غنوريكم موقع اللي تقدر ديروا فيه الترجمه. بالنسبه لك كان عندكم شي نص ترجمه لاي لغه بغيتي، من الانجليزيه للفرنسيه، عده لغات هنا تقدر تترجم فيه. هذا الموقع dpl.com نخليكم تكتشفوا، تقدر دير تراديكسيون ديال البي دي اف، نص اللي عجبك، اي حاجه تقدر ديرها هنا، خليكم تكتشفوا. حتى هنا موقع بالنسبه للترجمه جوجل تراديكسيون، حتى هنا تقدر دير في الترجمه، حتى هو كيساعدكم مزيان في البحوث ولا في بغيتي تترجم شي حاجه. هذا موقع تولى نوريكم هنا، هو موقع كيساعدك بالنسبه للانسان اللي ما يقدرش باش يكتب بالكلافي بالعربيه، راه هنا غيساعدو حتى هو، غنخليه لكم في صندوق الوصف حتى هو هذا الموقع. هنا غنقول لكم الموقع التاسع هو الموقع ديال linkedin.com، هو موقع مفيد جدا بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على خدمه، وبالنسبه للناس اللي بغاو يتعرفوا على الريزو اللي قريب ليهم. مثلا انت كنتي دير جيني سيفيل، كتلقى الناس اللي صحاب جيني سيفيل في هذا لو دومين، وتقدر تلقى فيه الناس بزاف، وتقدر تدفع فيه تقاد البروفايل ديالك مزيان، وتقدر تلقى فيه خدمه. جربوه حتى هو مفيد جدا. هنا غنوريكم في هذا الموقع الموقع ديال slashgo.com، غتلقى فيه بالنسبه لبغيتي دير اي بريزونطاسيون في باوربوينت، هنا تلقى بزاف الاشكال ديال لي تيم تقدر تستعملهم وتعمرهم كيما عجبك.
اللي بغيتي تستعملهم في لوغال ولا في الويب بريزونتي شي حاجه ولا شي حاجه، غتلقى عندنا دي تامبلت اللي غيساعدوك تقدر تعمرهم. مثلا هنا وركنا على مثلا هبطنا هنا بان هاد الشكل مثلا عجبنا، غتقلب راه كاين بزاف الاشكال. مثلا هذا اللي وركنا عليه هو طلع لينا هنا، لا بغينا هاد الشكل مثلا عجبنا، بقينا قلبنا بحال هكا عجبنا الشكل ديال باش نعمروه، غادي نوركو على هاد بان بوينت هنا وغيتيليشارجو، وتما غتعمر المعطيات اللي بغيتي. حتى هنا غنذكر لكم واحد الموقع جميل جدا هو canva.com. canva.com هذا الموقع كيساعدك باش تقاد دير كرياسيون بالنسبه لا بريزونطاسيون، بالنسبه لبغيتي تلوح شي بوست في فيسبوك في انستغرام، بغيتي تقاد شي فيديو شي حاجه، كيساعدك هو في لا بريزونطاسيون في كل شيء في الديكوراسيون. جربوه حتى هو زوين، حتى هو مثلا بريزونطاسيون كنلقى لنا ملي كتكليك على شي حاجه كنلقى اشكال بزاف اللي تقدر القوالب اللي تقدر تقاد فيهم كتكون بزاف الحاجات. مثلا الماركتين، مثلا الانسان اللي بغى يدير الماركتين مثلا كارت كارت فيزيت يقدر شي حاجه، انه مفيد جدا حتى هو موقع جميل. الموقع الاخر اللي غنوريكم هنا هو موقع اللي فيه تصاور دي فيديو غراتوي، تقدر تستعملهم بدون حقوق الطبع والنشر، تقدر تستعملهم مثلا هنا كليكينا مثلا في شي جي مثلا هنا في تصاور غراتوي داكشي، تقدر مثلا هنا كليكينا ديزاين اركيتكتور هنا نلقاو هنا شي تصاور ديال الاركيتكتور، كنلقاو هنا غراتوي. وتا هنا واحد الموقع اخر، موقع ديال بيكساباي، هنا موقع بيكساباي تا هو فيه تصاور دي فيديو سون غراتوي، تقدر تستعملهم مثلا في رابور ولا تستعملهم في دي فيديو الا بغيتي دير شي فيديو ولا شي حاجه في اليوتيوب ولا شي حاجه سون غراتوي. موقع اخر اللي غنوريكم هنا سي فروم بوان نت، هنا هذا الموقع الا كان عندكم شي فيديو في اليوتيوب ولا شي حاجه بغيتو تيليشارجيو ويبقى عندكم في بي سي ولا في بورطابل، كتحط ليا هنا في هاد البلاصه وكدير تحميل وكتيليشارجي الا بغيتي. موقع اخر اللي غنوريكم هو هذا الموقع ريموف، هنا بالنسبه لهنا بالنسبه لبغيتي تحيد خلفيه ديال شي صوره، كانت شي حاجه بغيتي تحيد الخلفيه ديالها بحال فهاد ليماج مثلا هنا، كانت شي صوره الخلفيه ديالها كتحيدها مثلا بحال هاد الموقع هنا، كانت عندنا خلفيه ديال الحيط حيدها مابقاتش، وكتبدل كيما عجبك. هاد الموقع كيسهل عليك المأمورين، غير كتحط التصويرة هنا كيحيد الخلفية ديالها. تا هنا هذا موقع آخر، ولكن هنا ما كيحيدش التصويرة، هنا كيحيد بالنسبة لك عندك فيديو كتحط فيديو هنا فيديو كيحيد لك الخلفية ديالو، بحال مثلا هنا هنا كنشوفو مثلا كتاب هنا بالتصويرة الخلفية ديالو هو فيديو، وحيد هذيك الخلفية ديالو بقى غير الكتاب. مثلا هنا التصويرة ديال الوجه ديال الإنسان حيد الخلفية ديالو مبقاتش، بقات سامبل بلا حتى حاجه، تقدر تغير تحط شي حاجه بلاصه اخرى. الموقع كيساعدك دغيا تدير هادشي بلا فوتوشوب بلا حتى حاجه. موقع اخر هو موقع مفيد جدا خان اكاديمي، هو فيه بالنسبه في دروس من ابتدائي حتى الباك، ولكن بالانجليزيه في دروس في المات في الفيزيك في اي ماده، ولكن بالانجليزيه من الابتدائي حتى الباك. موقع اخر هنا اللي غنذكره لكم هو موقع بالنسبه اللي يهتم بدروس ديال من الابتدائي للبكالوريا، موقع جميل جدا سميتو الو سكول. هنا بالنسبه للماروك مثلا درنا هنا البكالوريا بالنسبه للليسي، غنلقاو فيه جميع الدروس ديالهم، جميع الدروس ديالهم من طخون كومان بروميير باك دوزيام باك، غنلقى فيه جميع الدروس ديالهم بالنسبه لجميع الشعب، كتكليكي كتشوف الدروس كاينين. موقع جميل. هنا موقع اخر في اليوتيوب، موقع هنا غنلقاو فيه بعض الالغاز الرياضيه واللي كيكون في الاولمبيات وكل شيء. اليوم ساريكم موقع جميل جدا وهو موقع freelearnlist.org. هذا الموقع جميل جدا، يحتوي هذا الموقع على افضل المصادر التعليميه والثقافيه على الانترنت في اليوتيوب والبودكاست والكورس اللي في المواقع على الانترنت اللي فيهم الكورسات جيدين وفي البروغراماسيون وعديد من الاشياء. مثلا هنا غنشوفوا افضل المصادر التعليميه والثقافيه
على قنوات اليوتيوب مثلا كتشوف هنا اليوتيوب مثلا افضل القنوات مثلا كتشوف بزاف هنا قنوات تعليميه ثقافيه مثلا ناسيونال جيوغرافي مثلا هنا كتكليكي على هذا الرمز هنا كتشوف الديسكريبسيون ديال القناه كيفاش داير المعلومات اش كيهضر بغيتي تدخل ديريكت للقناه كتورك هذه ديال اليوتيوب كتطلع لك القناه ديريكت ها هي القناه ديال ناسيونال جيوغرافي هنا كما كنشوفوا القناه ديال ناسيونال جيوغرافي وهنا الا بغيتي تدخل السيت ديالهم كتكليك على هذا كيدخل تدخل السيت كاين بزاف الاشياء بزاف بزاف وايضا على مستوى لي كورس المزيانين التعليميين والثقافيين كاين بزاف كيعطوك لنا الليست الكبيره اللي فيها بزاف هنا مثلا كورسورا فري ليرن فيوتشر ليرن عندك خان اكاديمي ايديكس هذو كلهم قنوات تعليميه اللي تقدر تلقى فيهم بزاف ديال الدروس متنوعه بزاف مثلا بغيتي كورسورا تدخل لها كيعطيوك اللين ديال السيت مثلا كتكليك عليه هنا كيطلع لك اللين ديال كورسورا هاهو طلع لنا اللين ديال كورسورا شكرا لكم أصدقائي على المتابعة. Thank you.
مرحبا بكم أصدقائي، اليوم سأريكم موقعا جميل جدا وهو فيه الخير والأجر، وهذا الموقع سيفيدكم في هذا الشهر المبارك شهر القرآن. وهذا الموقع هو mp3quran.net. هذا الموقع ستجدون فيه جميع القراء الذين يقرؤون القرآن، ستجدون فيه جميع القراء الذين يقرؤون القرآن كما ترون هنا، جميع القراء حسب الترتيب الأبجدي، الألف والباء والتاء، جميع القراء حسب الترتيب الأبجدي كما ترون هنا، وعديد من القراء القرآن، وستجدون فيه القرآن مرتلا والتجويد وعدة أشياء سدعكم تكتشفون هذا الأمر، تدخلون إليه وسترون فيه عدة قراء. دعونا نرى مثلا هنا، سنبحث مثلا هنا على عمر القزابري، سنبحث هنا مثلا هنا عمر القزابري، سنضغط هنا هو عمر القزابري القارئ المغربي. إذا سنجد هنا جميع صور القرآن كاملة هنا، تبحث هنا عن أي صورة تريدونها. مثلا أنا هنا سأضغط على سورة الفاتحة، يمكنكم تحميل سورة الفاتحة هنا وأيضا تشغيلها والاستماع إليها. ستدعكم تكتشفون ذلك وتنصتون القرآن هنا. وأيضا هناك شيء آخر جميل جدا، وهو يمكنكم تصفح القرآن هنا وقراءته هنا. مثلا كما نرى هنا القرآن الكريم، ستختارون السورة مثلا سورة الفاتحة هنا، ويمكنكم أيضا أن تختاروا القارئ الذي تريدونه هنا. يمكنكم بحث عن القارئ الذي تريدونه من هنا، مثلا العيون الكوشي القارئ المغربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هنا كما ترون سدعكم تنصتون هنا وترون عدة أشياء هنا وستستفيدون منه إن شاء الله فيه الخير، ويمكنكم تصفح هنا، تنقر هنا وتتصفح حسب الصفحات القرآن، سترون عدة أشياء هنا. سدعكم تتصفحون وترون وتكتشفون هذا الموقع فيه الخير والبركة. وأيضا هناك عدة أشياء يمكنكم أن تروا هنا، مثلا تفسير القرآن، يمكنكم أن تروا تفسير القرآن من الفاتحة حتى سورة الناس، ويمكنكم أن تنصتوا إلى تفسير القرآن والتعلم وعدة أشياء. إذا هنا تفسير القرآن سورة الفاتحة، تضغط هنا وسترون تفسير سورة الفاتحة، ويمكنكم تحميل التفسير وأيضا تحميل سورة القرآن لكي تجعلونها في هاتفكم أو في حاسوبكم، وعدة أشياء يمكنكم اكتشافها هنا. سأضع لكم الموقع في الرابط وسترون فيه عدة أشياء، القراء، ويمكنكم تصفح القرآن وحسن مسلم وأيضا تفسير القرآن. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، وانتظروا موضوعات جديدة إن شاء الله ستفيدكم. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي، اليوم سأريكم موقع جميل جدا، وهو موقع www.ted.com كما ترون هنا. هذا الموقع ستجدون فيه عدة أفكار في كافة المجالات، مثل التكنولوجيا والتصميم والأعمال والعلوم، وعدة قضايا مثل البيئة وكيفية حفاظ على البيئة وعدة مجالات. وأيضا هذا الموقع سيتيح لكم تعلم الإنجليزية
هنا سأريكم كيفية اشتغال هذا الموقع. إذا مثلا سنختار هنا المجال الذي نريده، مثلا التكنولوجيا، التكنولوجي ديزاين تصميم، وريادة الأعمال بيزنس، وأيضا العلوم، وكافة المجالات وكافة المجالات. مثلا حني هنا عزلنا البيزنس، وإذا هنا كتعزل المدة ديال الفيديو، هنا غنختار المدة ديال الفيديو. إذا ما كتعزل لنا الشيء اللي بغيتي، كتشوف الفيديو اللي كيعجبك. مثلا راه كاين بزاف باش تصنت لي. وكيفاش انا نوريكم مثلا هنا كليكين على هذا الفيديو، مثلا هذا الفيديو اللي كنشوفه هنا، هنا مثلا في 10 دقائق، هنا مثلا كنعزلو، هنا مثلا ننتظر، هنا مثلا كتشوف اللغة اللي بغيتي اللي غتكون الترجمة ديالها لتحت. مثلا هنا كاينة العربية، بغيتي تشوف الإنجليزية تحت مكتوبة لتحت، بغيتي تشوف العربية. بالنسبة للإنسان مثلا اللي كيتعلم الإنجليزية يقدر يشوف اللغة العربية لتحت، كيفاش الإنسان كيهضر هو بالإنجليزية، كتشوف الكتابة بالعربية لتحت، ترجمة ديال الكلمات ديالو. وأيضا هنا تقدر تحكم انت بالسرعة، هنا نورمال تقدر بالسرعة أن الفيديو يكون سريع ولا ماشي سريع، وكتصنت الفيديو. هناك عدة فيديوهات. وشكرا لكم على المتابعة.